سعيدة جدا بالمشاركة في هذا المنتدى الأول حول التشغيل الجمعوي اللي كتنظمو الوزارة المنتدبة لدى السيد رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان، وزارة التضامن الإجتماعي الاجتماعي والأسرة تنفيذ التوجيهات السامية ديال صاحب الجلالة نصره الله، وأيضا تنزيل لمخرجات النموذج التنموي اللي كتكلم على مغرب دامج ومستدام، والبرنامج الحكومي اللي الشعار ديالو تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية. فالدولة الاجتماعية لا يمكن أن نبنيها بلا مشاركة المجتمع المدني. دائما كنأكدوا يعني حتى في استراتيجية جديدة جنب ديال الجسر ديال وزارة التضامن الاجتماعي والأسرة، هي مقاربة ديال قطاع خاص قطاع عام قطاع خاص مجتمع مدني. المجتمع المدني يجب أن يكون على نفس المستوى ومكون أساسي في جميع البرامج والسياسات العمومية، وهذا علاش عملنا واحد الدورة على جميع جهات المملكة واستمعنا للمجتمع المدني قبل ما نبلورو استراتيجية جسر ديال وزارة التضامن الاجتماعي والأسرة والبرامج كلها اللي سمعتوا، سواء جسر التمكين والريادة فهو مع الجمعيات، وحتى التأطير ديال هاد النساء للتمكين الاقتصادي هم أيضا مع الجمعيات. أيضا من تخلقت اللجنة الوطنية ديال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، هي ايضا فيها المكون ديال المجتمع المدني. والبرامج الاخرى سواء مع الاعاقه مثلا الاشخاص اللي كاين في وضعيات اعاقه، الجمعيات هي اللي كتقوم بالتمدرس، هي اللي احنا كنواكبوها طبعا للدعم ديالها للتشغيل. عندك في الجمعيه تقريبا 3000 جمعيه اللي كتشتغل مع القطب الاجتماعي باش كنواكبوا اكثر من 580000. هذه السنه 2022 طلعنا 87000 مستفيد جديد بفضل مقاربه القرب، بفضل الرقمنه، وبفضل المجتمع المدني ايضا. فلهذا كتشغل هذه الجمعيات تقريبا اكثر من 3000 جمعيه اللي كتعمل مع وزاره التضامن الاجتماعي والاسره، كتشغل اكثر من 12000 مستفيد. وحنا اكدنا عليهم، قلنا لهم الدعم تتعطيه لكم الدوله، لكن خصكم تكون العاملين الاجتماعيين يشتغلوا في ظروف جيده. وهنا ملي قلت العاملين الاجتماعيين غنوقف عند هذه الكلمه، ان وزاره التضامن الاجتماعي والاسره في اطار تنزيل القانون 45/18 اشتغلنا على مسطرة اعتماد، لان الناس كتشتغل ولكن بدون اطار. فاشتغلنا لرصد واحد 18 فئه ديال العمل الاجتماعي اللي وجدنا المرسوم ديال العمل الاجتماعي اللي هو فطور يعني مسطرة المصادقه. غادي يخرج مني غادي يخرج غيولي اي شخص بغى يشتغل مع جمعيه ماشي بالضروره يكون اجير عند الجمعيه سالاري، ممكن يكون انتربرونور سوسيال، يعني بحال مقاول ولكن ماشي بالضروره بواحد يعني مقاول طبعا، لان كيكون واحد المقاوله اجتماعيه وكيشتغل فيها، هو كيشتغل فيها في اطار العامل الاجتماعي وداخل التغطيه الصحيه ديال الورش الملكي ديال الحمايه الاجتماعيه. ونبغي ناكد ايضا في اطار مواكبه الورش الملكي ديال الحمايه الاجتماعيه خدمنا على برنامج 10000 عامل اجتماعي ومساعده ومساعد اجتماعي مع تنسيقيه اعلان مراكش ومع وزاره التعليم العالي والبحث العلمي. فاذا اللي نبغي نختم به هو ان هذا المجال ديال التشغيل الجمعوي بصفه عامه وبالنسبه لوزاره التضامن العمل الاجتماعي هو واحد الخزان مهم جدا لفرص الشغل بالنسبه للنساء والرجال، واللي حان الوقت باش يكون واحد المؤسسه ديالو. حنا اشتغلنا كوزاره التضامن الاجتماعي على الشق المتعلق بالعمل الاجتماعي، ولكن العمل الجمعوي راه اوسع من العمل الاجتماعي، ولهذا كنوب العمل اللي قام به السيد الوزير في تقنين سواء التطوع سواء العمل الجمعوي بصفه عامه، وتنتمنى التوفيق لهذه المبادره.